محمد مناحي نجم سكريبت. محمد مرحبا. مرحبا ابو مناحي، صبحك الله بالخير. مرحبا ومسهلا، يصبحكم بالخير جميعا. كيف الله يوفقنا وياكم الحظ الطيب. امين واياك. اول شيء مشكور وشكرا على العطاء المميز والمحتوى الطيب والساعه اللي قدمتوها، والساعه ونصف الجميله. يا حبيبي يا ابو عبد الله، اقول الشباب كلهم والله ما قصروا، فيهم روح الريله العاليه جدا، فيهم الشاعر وفيهم المنشد وفيهم الريالتي عالي جدا، ويستحقون والله يستحقون، وانتم خير من يقيم. يا حبيبي كيف لحمة الحاشي اللي ما جبتوها لنا للمرة الرابعة اليوم؟ لا هي حلوة بس انها يعني ما شاء الله حاشر ما شاء الله قد هو هرش. خلصوه. طيب يلا ننتظر محمد مناحي. اول شيء قبل ترسل لنا المتسابقين، معك تقريبا 8 أو 7 أسماء، كم تتوقع تتمنى؟ أكيد أنك تتمنى كلهم، ولكن كم تتوقع شخص يأخذ مقعد إلى التأهل؟ كلهم. تتوقع كلهم؟ كلهم كلهم كلهم. عسلاتهم يا رب. أنا لو الأمر بيدي ولا كلهم كلهم والله. طيب إيش رأيك أنت معاهم توقع العقد أجل؟ أنا والله بجيكم الآن أقدم نفسي لكم. لازم أقدم نفسي. يلا عطنا أول المتسابقين، أرسل لي أي واحد. من اللي جاهز؟ من اللي جاهز؟ من اللي جاهز؟ يلا وخلهم كلهم يجهزون، يكونون عندنا هنا موجودين. يلا يلا بنجهزهم. بجيك الحين. بجيك. خلوني بسأل الشباب، أبروح لعادل، كيف تشوف يعني أنت جالس اليوم على هالشاشة، كيف تشوف أداء المتسابقين خلال